بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله ميعادنا مع المحاضرة الثامنة من محاضرات الجافا مادة M105. آخر حاجة وقفنا عندها المحاضرة اللي فاتت داخل السلايد التاني كان موضوع الـ Compound Assignment Operators، واتفقنا إن C بي إيكوال C بلس 3 هي C بلس إيكوال 3. بنفس المفهوم اقدر اطبقه على البلاس والماينس وعلامه الضرب والقسمه وعلامه الريميندر، مفيش اي مشكله خالص. هنبدا ان شاء الله نشتغل النهارده على موضوع جديد، وهو موضوع الانكريمنت والديكريمنت اوبريتورز. يعني ايه كلمه ديكريمنت وانكريمنت؟ كلمه انكريمنت يعني بزود، وديكريمنت يعني بقلل. انا عندي اوبريتور، الاوبريتور ده عباره عن علامتين الزائد جنب بعض او علامتين الناقص جنب بعض. علامتين الزائد دول بيسموها يوناري انكريمنت اوبريتور. طب ليه ما تكونش باينري؟ الباينري زي ما اتفقنا انا بيكون عندي تو اوبرند، واحد شمال والتاني يمين، لكن اليوناري بيكون عندي حاجة واحدة فقط. بقول له مثلا حرف الاي زي ما انت شايف بلس بلس اي، اذا عندي متغير واحد فقط، اذا يوناري مش باينري. الباينري ثنائي، اليوناري احادي، تمام؟ بيكون عندي متغير واحد فقط هنا سواء على اليمين او على الشمال بتاع العلامه بتاعه الانكريمنت اوبريتور او الديكريمنت اوبريتور. وطبعا هتختلف لما اقول بلس بلس اي غير اي بلس بلس، هنعرف الكلام ده حالا. ولكن كل اللي عايزك تعرفه لحد الان ان البلس بلس معناها انكريمنت والماينس ماينس معناها ديكريمنت. طيب كل الكلام ده كلام جميل. البلاس بلاس بتزود واحد على الاوبرند، والماينس ماينس بتنقص واحد من الاوبرند. يعني لو قلت له بلاس بلاس اي يبقى انا كده بزود واحد على الاي، لما اقول له ماينس ماينس بي يبقى انا بنقص واحد من البي. هتقول لي ايه الفرق لما يكون قبل وبعد؟ المسألة سهلة جدا. بلاس بلاس اي، انا عايز اسألك سؤال، البلاس بلاس جات الاول ولا جات الاخر؟ لا جات الاول، يبقى بريفكس، بيسموها بريفكس انكريمنت. طب هنا لا، البلس بلس جت بعد، يبقى بوست فيكس انكريمنت. نفس الكلام بريفكس ديكريمنت وبوست فيكس ديكريمنت. ايه الفرق؟ هنعرف حالا. هل في فرق ان العلامه بتاعه الانكريمنت او الديكريمنت تيجي بعد الاوبرند او تيجي قبلها؟ هنعرف حالا دلوقتي. محاضره النهارده سهله جدا، وباذن الله يعني مش هتاخد مننا وقت كبير خالص. مثال زي كده، هروح اعمل كلاس اسمه increment، هروح على البرنامج بتاعي افتح البروجكت واقول له جافا ابلكيشن، واقول له عايز اعمل كلاس اسمه increment، واقول له finish، واخد الكود كوبي وبيست. المسألة ان شاء الله ما فيهاش اي مشكلة خالص، واسهل مما تتخيل. هحتفظ فقط بالباكج، امسح كل حاجة، كنترول مع حرف الفي علشان اعمل بيست. وبعد كده يلا بينا نكبر بقى الرؤية شوية ونبدأ نشرح الفكرة. الكلاس اسمه increment، انا شغال داخل المين ميثود، عندي متغير اسمه سي نوعه انتجر، بقول له السي بخمسة مفيش مشاكل، عايز اطبع السي هيطلع لي خمسة. لكن لما اقول له سي بلس بلس ايه اللي هيحصل؟ اسألك سؤال، انا بزود واحد على الخمسة المفترض تطلع ستة، قالك لا هتطلع خمسة. ليه؟ هو انت الاول عملت عملية الطباعة ولا عملت عملية الجمع الزيادة زودت واحد؟ قالك لا عملت الطباعة الاول، لان هنا الزيادة بوست فيكس مش بريفكس، يعني بعد العملية، اسمها بوست انكريمنت، تمام؟ بوست انكريمنت مش بري انك، لو كانت بري كانت هتطلع لك هنا بكام؟ بستة. طيب تمام، يبقى انت كده الاول طبعت وبعد كده زودت، اذا لما اجي اطبع تاني نفس الايه المتغير هيطلع لك ستة بقى خلاص، ما انت يعني العملية تمت فعلا. يبقى احنا كده فهمنا المسألة ماشية ازاي. هنزل بعد كده نيو لاين، لاين عادي جدا فاضي مفيش اي حاجة خالص. يلا بينا تاني، السي بخمسة، جيت بقى عملت عملية عكسية، قلت له اطبع للسي، حاضر بخمسة، قلت له لا هنا قبل الطباعة اعمل لي حاجة اسمها بري انكريمنت، اه يبقى هنا بستة.
وبعد كده يطبع، يبقى هيطبع هنا 6. طب وهي بكام؟ ب6، مفيش اي اختلاف خالص، يبقى يطبع هنا 6 وهنا 6. علشان لو جالك سؤال زي كده في الامتحان، لو رحت لقيت ان علامة الزائد بعد، يبقى بعمل العملية العادية وبعد كده بروح اجمع. هنا العملية اللي انا محتاجها اطبع، يبقى اطبع الاول بعد كده زود 1. طبعت يبقى 5، زودت 1 اصبحت السي ب6، اهي السي ب6. وبعد كده انزل نيو لاين، السي ب5، السي هنا زودت 1 ولا طبعت الاول؟ لا زودت 1 علشان دي بري، يبقى اصبحت بكام؟ اصبحت ب6. بعد كده اطبع هيطلع لي 6. يبقى 5 5 6 5 6 6. كليك يمين وقول له عايز اعمل ران للفايل. هي دي الاسئله فعلا اللي بتيجي زيها في الامتحان، علشان يعرف اذا كنت انت فاهم البوست والبري ولا لا. طيب لحد الان الفكره كده واضحه، مفيش اي مشاكل خالص. بعد كده بدأ بقى يكلمك على موضوع زي علامه، يعني بعض الايه زي ما بيقولوا الملاحظات البسيطه دي، ما فيهاش اي حاجه خالص، ولكن في ملاحظه كده يعني شدت انتباهي. بيقول لك لو انت جيت كده عملت بلس بلس اكس زائد 1، ايه الكلام ده؟ لو انت جيت كده شلت الكلام ده كله اهو وقلت له انا عايز مثلا متغير، المتغير ده اسمه اكس، وجيت بعد كده قلت لك بلس بلس الاكس وهنا اكس زائد 1، عايز اروح اعمل بلس بلس اكس ماشي وبعد كده اكس زائد 1، هعملها زي ما هي موجودة في الكتاب بالظبط، بلس بلس اكس زائد 1، يبقى هشيل الاكس ديت وبعد كده اروح اعمل عملية برنت سيستم دوت اوت دوت برنت ال ان، وبعد كده اروح اطبع قيمة الاكس. هنا بيقول لك ان الاكس زائد 1 دي مالها؟ تعال نشوف كده. قال لك unexpected type، ده احنا محتاج، انا محتاج هنا required variable، ده مش متغير، الاكس زائد 1 ده مش متغير ولكن ده يعتبر expression، فلازم تقول لي ان ده اكس بالمنظر ده، صح كده؟ ده متغير اسمه اكس، مفيش اي مشكلة خالص. هنا بيقول لك الاكس مالها؟ لازم اقول له مثلا int y بي ايكوال برضه مصر هاف نو اه لازم اديله قيمه، هقول له مثلا الاكس هنا ب2، علشان لما اجي اقول له انت واي بي ايكوال بلس بلس اكس يبقى زود لي على الاكس 1، يبقى الاكس بكام؟ كانت ب2 اصبحت ب3، حط لي ال3 دي فين؟ في الواي. اروح اطبع، المسألة سهلة جدا وهشرحها تاني حالا. 3 و3، هو ايه اللي حصل؟ كل الفكرة ان انا هنا بقول له الاكس ب2، وده عبارة عن متغير انتجر. زود لي الاول ولا زود لي بعد كده؟ لا، زود لي الاول بلس بلس اكس، يبقى الاكس بكام؟ ب3، حط لي ال3 دي في الواي. يبقى الاكس اصبحت بكام؟ الاكس اصبحت ب3 والواي كمان اصبحت ب3 زي ما انت شايف. طب لو جيت كده قلت له لا انا عايز هنا بلس بلس، كليك يمين، الاكس هتكون ب3 والواي ب2، ليه؟ لانك انت هنا بتقول له ايه؟ واحده واحده، الاكس ب2 زود لي الاول، لا روح حط لي قيمه الاكس في الواي، حط لي قيمه الاكس في الواي. طب الاكس بكام؟ الاكس ب2، لسه ما زودتش لان دي بوست، يبقى الاكس بكام؟ ب2، حطها لي في الواي، يبقى الواي بكام؟ ب2. طب بعد كده اطبع لي الاكس، اه ما انا زودتها لك، يعني بعد لما خلصت العمليه دي فعلا زادت، يبقى الاكس بكام؟ ب3. اوعى حد يتلخبط في المساله دي، علشان دي من الحاجات اللي بتيجي في الامتحان. الاكس ب2 مش هزود لان دي بوست مش بري، يبقى الواي زي ما هي قيمه الاكس ب2، الواي اهي مطبوعه عادي، لكن الاكس لما تيجي تطبعها ما انت خلاص خلصت العمليه، يبقى لازم تزيد لان هي بوست وانت خلاص خلصت البوست، يبقى الاكس بكام؟ ب3، يبقى الاكس ب3 والواي ب2. طيب كل الكلام ده كلام جميل. هنا بقى بيقول لك ما ينفعش الشكل ده بلس بلس اكس زائد 1 لان ده مش متغير، الاكس بلس 1 ده مش متغير. على فكره كل شويه بيبدا يرتب لك حته الايه البريسيدنس بتاعه الاوبريتورز،
أسبقية المعاملات. طبعا احنا قبل كده شرحنا جدول في الأسبقية بتاعة المعاملات، وقلنا الضرب والقسمة والجمع والطرح، صح؟ فاكرين؟ قلنا الأقواس الأول، بعد كده الضرب، ثم القسمة، الجمع، ثم الطرح. والجدول اللي فات في المحاضرات اللي فاتت شرحنا فيه الكلام ده. بيكمل لك بقى، بيكمل لك بيقول لك ان الاول الجمع والطرح بالنسبة لليونري بوست فيكس. يعني اليونري بوست فيكس بيجي قبل اليونري بري فيكس من حيث الترتيب، تمام؟ اليونري بوست فيكس الاول، بعد كده اليونري بري فيكس. وهنا بيقول لك تقرا منين؟ من اليمين للشمال. ادي اليمين، يبقى الماينس، وبعد كده الايه؟ البلس بلس. وهنا برضو نفس الكلام، الماينس الزائد هو طبعا جمعهم مع بعض، يعني هو حط كل الايه، يعني جمع الجدول القديم زائد الجدول الجديد وعمله كله في جدول واحد علشان انت تبقى عارف. الماينس الزائد الماينس ماينس الزائد زائد بالنسبه لليونري بريفكس. بعد كده علامه القسمه، علامه الـ هنا طبعا من الليفت للرايت، يبقى الضرب الاول، بعد كده القسمه، بعد كده علامه الريميندر، وهكذا. تبدا تقرا الجدول ده تعرف مين بيجي قبل مين، علشان لو جالك مثال زي كده، مثلا قلت لك انت اكس بي ايكوال مثلا 2، او خليها 10، باقي قسمتها على الاتنين ناقص 3 مضروبة في 5. انا عايز اطلع قيمة الاكس، يبقى انت لازم ترجع للجدول، مين قبل مين؟ هضرب الاول ولا هطرح الاول ولا هروح اجيب علامة البرسنتج اللي هي علامة الريميندر، كليك يمين واقول له رن الفايل ونعرف هو عمل ايه، هو ضرب الاول ولا طرح الاول ولا عمل علامة البرسنتج دي الاول. لو ضرب 3 في 5 بكام؟ ب 15. لو هو ضرب الاول، انا بفترض ان هو ضرب الاول 3 في 5 ب 15. طب و10 باقي قسمتها على الاتنين بزيرو، يبقى هيطلع لك كام؟ ماينس 15. يبقى الترتيب اللي هو عمله، راح ضرب الاول اهو، تمام كده، وبعد كده راح عمل علامة البرسنتج، وبعد كده راح عمل الايه؟ الطرح. هو ده الترتيب اللي هو عمله في المثال بتاعنا. مش مصدقني؟ اهو 3 في 5 ب 15، ادي اول حاجة. 10 باقي قسمتها على الاتنين فيها الزيرو، يبقى هيتبقى لي ماينس 15. هو ده فعلا اللي طلع لي. بعد كده بدأ بقى يشرح لك حاجة سهلة جدا، فكرة الترو والفولس اللي هي بيسموها decision making اللي هي صنع القرار، الايكواليتي والريليشنال اوبريتور. انا عايز اقول له والله عايز اتأكد ان الاكس بتساوي الواي ولا لا، ما بتساويهاش، اكبر من، اقل من، الحاجات دي كلها سهلة جدا مش محتاجة اي تفكير. لو انا جيت كده قلت له والله ان انا عندي الاكس ب10 والواي ب20 وعندي الزد مثلا عبارة عن متغير بوليان زد بيكوال، واكتب الاكسبريشن. ايه الاكسبريشن ده؟ هل الاكس بتساوي الواي ولا لا؟ يبقى انا كل الفكرة عايز اعرف هل الزد بترو ولا لا. طيب جميل، هو الاكس تساوي الواي، اللي يساوي يساوي دي للمقارنة، اما دي assignment operator، يبقى ده مقارنة. اوعى تعمل لي كده، لا، المقارنة اتنين مع بعض. هل الاكس مساوية للواي؟ لا، يبقى الزد بايه؟ بفولس. روح طلع لي قيمة الزد، تطلع لك فولس، يبقى انا كده شغال تمام. طيب هل الاكس اكبر من الواي؟ برضو بفولس. طب هل الاكس اكبر من او يساوي الواي؟ لا، برضو بفولس. طب هل الاكس اقل من او يساوي الواي؟ طبعا الاكس اقل من او يساوي الواي، بترو. يبقى انا كده فاهم الفكرة ماشية ازاي، يبقى انا كده فهمت الفكرة ماشية ازاي. طب لو جيت كده وقلت له نوت، النوت بعملها ازاي؟ علامة شيفت مع الواحد، علامة شيفت مع الواحد هي اصلا الناتج بتاع العبارة ده، ناتج الاكسبريشن ده اللي ما بين الاقواس بترو. هل الاكس اقل من او يساوي الواي؟ طبعا العشرة اقل من العشرين، بترو. طب نوت ترو يعني ايه؟ يعني فولس. يبقى كليك يمين وقول له ران للفايل، هيطلع لي
فولس. يبقى انا كده فهمت الفكره ماشيه ازاي. الاكس ب10، الواي ب20، الزد عباره عن بوليان هخزن فيها ترويا فولس. هل الاكس اقل من الواي؟ هل ال10 اقل من ال20؟ ايوه. طب نوت الايوه دي يعني نفي الترو، يبقى الفولس. يبقى انا كده فهمت الفكره ماشيه ازاي. طبعا المساله دي مساله سهله جدا، جدول عادي جدا ما فيهوش اي مشكله خالص، بيوضح لك الاشارات اكبر منه اقل منه اصغر من ويساوي وكل الكلام ده كله. عندي طبعا نوت ايكوال، يعني نوت ايكوال برضو مش محتاجه شرح، سهله جدا. لو انا جيت كده قلت له هل الاكس نوت ايكوال، طبعا شيفت مع الواحد عشان تعمل لي علامه النوت، هل الاكس لا تساوي الواي؟ طبعا ايوه. طب اروح انفيها من بره كده هتتحول لايه؟ لفولس. يبقى انا كده فاهم الفكره ماشيه ازاي. امثله سهله جدا ولكن بتيجي في الامتحان كتير جدا جدا. بدأ بعد كده يشرح لك حاجه اسمها اللوجيكال اوبريتور. اللوجيكال اوبريتور هنتكلم عنها بالتفصيل، هي الاند والاور والبوليان لوجيكال اند والبوليان لوجيكال اكسكلوسيف اور والبوليان لوجيكال اكسكلوسيف اور. في اور ديت تعتبر اللي هي نور مش اور، صح كده؟ هنعرفها حالا. ودي النوت، يبقى واحده اور والتانيه اند، وفي كونديشنال اند وكونديشنال اور. طب ايه الفرق ما بينهم؟ هنعرف حالا. لو انا جيت كده وقلت له مثلا انا عايز اعمل شرطين، هل الاكس بتساوي تساوي الواي؟ اند عايز اعمل حاجه تانية، هكتب هنا اند ماشي، وهقول له الاكس اكبر من الواي او خليها اقل، خليها اكبر من الاند دي ما بكتبهاش كده. امال بتعملها ازاي؟ شيفت مع السبعه مرتين، شيفت مع السبعه مرتين، يبقى دي علامه الاند. طب ايه الهدف منها؟ بروح اربط شرطين مع بعض، ادي الشرط الاول وادي الشرط التاني. سؤال مهم جدا جدا، الاند علشان خاطر الزد تكون ترو لازم الشرط الاول يكون ترو والشرط التاني يكون ترو. اكتبها عندك، الاند لازم الاتنين مع بعض يكونوا ترو. هضرب لك مثال بسيط جدا، لو انا قلت لك علشان نروح السينما لازم انا وانت نروح مع بعض، طب لو هروح لوحدي ما ينفعش، طب هتروح انت لوحدك ما ينفعش، طب ولا انا رحت ولا انت رحت برضو ما ينفعش. اذا مفيش غير شرط واحد، لازم انا وانت نروحوا مع بعض، يبقى لازم الاند الاتنين بترو، ده بترو وده بترو. خلاص اتفقنا علشان ده في النهايه يطلع بترو. طب واحده واحده، هل الاكس بتساوي الواي؟ اشطبها كده واكتب فولس. طب هل الاكس اكبر من الواي؟ فولس، ولا انا رحت ولا انت رحت، اذا النتيجه ايه؟ ما رحناش، يبقى فولس. فهمناها؟ طيب تمام. طب لو انا جيت قلت لك لا والله الاكس مالها لا تساوي الواي، عندك حق. اه طبعا ما بتساويهاش ال10، ما بتساويش ال20، هيجري على طول ويقول لي اه بترو. لا انا ما قلتلكش كده، الجزء ده بترو يكفي؟ لا الجزء ده بترو يكفي؟ لا، لازم تروح تشوف لي الجزء التاني هل بترو ولا لا. لو كان بترو يبقى الكل ترو، طب لو كان بفولس يبقى معلش انا اسف، ما ينفعش واحده منهم بفولس، ما ينفعش واحده منهم بفولس. هل الاكس اكبر من ال20؟ هل الاكس اكبر من الواي؟ ال10 اكبر من ال20؟ لا، يبقى النتيجه برضو فولس. امال امتى النتيجه تكون صح؟ لما تكون الاكس اقل من الواي. الاكس اقل من الواي ايوه، الاكس لا تساوي الواي ايوه، يبقى انا كده ترو وترو، دي الحاله الوحيده اللي هتطلع بترو. طب والاور؟ قال لك الاور بقى جميله قوي 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 وسهله جدا. فوق الانتر في عصايه كده، بقول له شيفت مع العصايه ديت مرتين، دي الاور، واحده منهم ترو تكفي، واحده منهم ترو تكفي. طب الاتنين خير وبركه مفيش مشاكل، لكن واحده فقط كفايه. هقول لك ايه؟ عايزين نروح السينما مع بعض، لو واحد فينا راح ماشي، لو احنا الاتنين رحنا خير وبركه. طب لو انا ولا انا رحت ولا انت رحت؟ لا، يبقى ما رحناش. خلاص كده، يبقى كل الفكره واحده منهم على الاقل تكفي. لو انا جيت كده قلت لك الاكس بتساوي الواي تقول لي لا،
طب الاكس اكبر من الواي؟ برضو لا، يبقى الاتنين بفولس، يبقى لازم تكون بفولس. طب واحدة فقط صح؟ اه، صلح لي واحدة بقى من الاتنين. حاضر اصلح لك ديت. هل الاكس لا تساوي الواي؟ ايوه لا تساويها فعلا، يبقى واحدة بترو. شكرا، يبقى بترو. طب بوظ لي دي كده وتعالى صلح لي ديت. هل الاكس اقل من الواي؟ ايوه الاكس اقل من الواي، يبقى واحدة تكفي، يبقى ايه؟ بترو. يبقى انا كده شغال تمام. يبقى انا كده فهمت فكرة الترو والفوق، فهمت فكرة الاند والاور اللي بيسموها كونديشنال اند وكونديشنال اور. هنعرف الاند ديت والاور ديت والاكسكلوسيف ديت هنعرفها حالا. النوت احنا لسه شارحينها حالا، النوت لسه شارحينها حالا. لو انا جيت كده وقلت لك الاكسبريشن ده الاكس بتساوي تساوي الواي، هي بتساويها؟ لا، يبقى ايه؟ بفولس. طب اعكسها، يبقى بترو. يبقى انا كده فاهم الفكره ماشيه ازاي. خلي الجزء ده اللي هو الاند لوحدها والاور لوحدها والعلامه دي هنشرحها حالا، ولكن معلومه مهمه جدا، التلاتة دول بيسموهم البيت وايز اوبريتور، بيسموهم البيت وايز اوبريتور. وده يعني هو ما شرحهولكش بالتفصيل في الايه، في السلايدز، علشان كده انا هتجاهل، هعمل له عمليه اجنور، هتجاهله لانه ما شرحوش بالتفصيل، وده موضوع يعني محتاج مننا شرح. تمام؟ لو كان شرح وعطى عليه امثله كنت شرحته، ولكن لازم تعرف ان هو عباره عن بيت وايز اوبريتور، بيسموه البيت وايز اوبريتور. الهدف منه بيعمل عمليه تشفيت، بيشفت، بيشفت يعني بيرحل. بشتغل على ارقام باينري، اذا لازم تعرف ان ايه باينري وتحول الرقم لباينري، وبعد كده تبدا تعمل عمليه تشفيت. طبعا الكلام ده هو ما شرحوش فانا هتجاهله تماما. الاند شرحناها، الاور شرحناها، قال لك ارجع لي للترو ستيبل، هو الجدول بتاعنا اللي انا كنت بشرح عليه فكره ان احنا انا وانت نروح مع بعض السينما. الترو ستيبل اللي هو جدول الحقائق ده بيقول لك بالنسبه للايه، للاند والاور، ادي الاند وادي الاور. في الاند روح دور لي على الاتنين بترو، ادي ترو وادي ترو، الحاله الوحيده فقط بترو والباقي فولس. انا ما روحتش وانت ما روحتش يبقى ما رحناش، انا ما روحتش وانت رحت يبقى ما رحناش، انت رحت وانا ما روحتش يبقى ما رحناش، احنا الاتنين رحنا مع بعض السينما يبقى رحنا. يبقى فهمنا الفكره ماشيه ازاي؟ لازم الاتنين مع بعض يروحوا، لازم الاتنين مع بعض يروحوا، يبقى لازم ده ترو وده ترو علشان يحصل ترو. الاور لا بقى، دور لي على واحده فيهم بترو تكفي. اه ترو، ترو اهي، يبقى ترو. الاتنين ترو، خير وبركه. طب الاتنين بفولس، دي الحاله الوحيده اللي بفولس. في الاور الحاله الوحيده اللي بفولس الاتنين مع بعض بفولس، تمام. في الاند الحاله الوحيده اللي بترو الاتنين مع بعض بترو، علشان خاطر تعرف تفهمها وتحفظها. يبقى احنا كده فهمنا الفكره بتاعت الايه، الترو ستيب. بعد كده بدا بقى يشرح لك حته الاند والاور، يعني نفس اللي احنا قلناه تقريبا ونفس اللي احنا شرحناه. عطالك مثال، قال لك اي نوت ايكوال زيرو، لو الاي مش بزيرو روح شوفها بقى الاي بزيرو ولا لا. يعني تعالى كده نشرح المثال ده، هو نفسه هو اللي عمله اهو. انت اي بي ايكوال مثلا زيرو، وبعد كده قال لك ان الاي لا تساوي الزيرو، و10 على 10 على الزيرو تساوي تساوي 2. طب تعالى الاول نشوف الجزء الاولاني، الاي not equal الزيرو. تعال هنا مثلا هقول له int، هقول له هنا boolean، boolean result، عايز اعرف النتيجة. وهنا هقول له and، تمام، 10 على الاي يساوي 2، 10 على الاي يساوي يساوي 2. عايز اطلع نتيجة الريزلت وهنشرح الكلام ده حالا. الاول خلي الاي بخمسة، الاي بكام؟ بخمسة. طب اسألك سؤال، بوليان ريزلت ده عبارة عن متغير هخزن فيه القيمة بتاعتي اللي هي ترو يا فولس، ده متغير نوعه بوليان، يا ترو يا فولس اسمه ريزلت، وفي الاخر هطبع الريزلت.
الاي لا تساوي الزيرو، ايوه بترو. الخمسة لا تساوي الزيرو، يبقى كده تمام. ولكن حضرتك شغال باند، يبقى لازم غصب عنك تبص على الجزء التاني. 10 على 5 بكام؟ 10 على 5 فيها الاتنين، يبقى بترو. ترو وترو يبقى بكام؟ بت ايه؟ بترو. يبقى انا كده شغال تمام. لو جيت بعد كده قلت لك 10 على 5 فيها السبعة، يبقى دي فولس، يبقى لازم كله بفولس لاني شغال بترو، شغال بالاند. ما هو ده طلع بفولس صح كده، والاند لازم الطرفين يكونوا ترو، يبقى انا كده شغال تمام. ولكن هنا عايز يقول لك على حاجه في السلايد، حاجه حلوه قوي. نرجع لشغل السلايد، بيقول لك ايه؟ 10 على الاي يعني 10 على الزيرو، هنا هيطلع لك ايرور، هنا هيطلع لك ايرور من غير ما تفكر. ليه ايرور؟ لاني قسمت على الزيرو. يبقى هيبدا بدل ما يطلع بوليان والكلام ده هيبدا يطلع ايرور. تعال نشوف الكلام ده، طلع لك فولس، هنا طلع لي بيقول لك انك انت قسمت على الزيرو، ممكن هنا يقول لك ممكن يطلع ايرور، ما قالش اكيد. ولكن خلي بالك 10 على الزيرو انت كده بتقسم على الزيرو، ممكن يطلع لك ايرور، ولكن هنا طلع فولس، يبقى خلي بالك ممكن يطلع ايرور ممكن ما يطلعش. هو بيقول لك كده في السلايد، ولكن خلي بالك 10 على الزيرو المفترض ان يطلع ايرور. بدليل تعالى كده، لو انا علقت الجزء ده وقلت له عايز اقسم، هقول له مثلا اكس عبارة عن 10 على الاي، وروح طلع لي قيمة الاكس، واقول له كليك يمين وعايز اعمل ران للفايل، طلع لي فعلا الايرور اللي انت شايفه ده. بيسموه arithmetic expression by zero، قسمت على zero divide by zero، هو ده اللي كان عايز يقوله لك فوق. يبقى انا كده فهمت الفكرة ماشية ازاي. الاور بقى الاور في حاجة عندي اسمها اكسكلوسيف اور، انا لا عايزك تكون عارفها، عايزك تكون فاهمها وعارفها، اللي هي بيسموها علامة البارود ديت. العلامة دي بيسموها علامة البارود، بعملها بشيفت مع الستة تمام. بيسموها بوليان لوجيكال اكسكلوسيف اور. دي فكرتها ايه؟ فكرتها ان واحدة منهم لازم فقط تكون ترو، فقط تكون ترو علشان النتيجة تكون ترو. خلاص كده فهمناها؟ واحدة منهم من الطرفين من الأوبرنس بتوعي لازم يكون ترو علشان النتيجة تكون ترو، غير كده أنا آسف، غير كده أنا آسف. يلا بينا نطبق الكلام ده. في واحدة هنا ترو؟ لأ، آسف. في واحدة هنا ترو؟ أيوة، شكرا، تمام ترو. في واحدة هنا بترو؟ أيوة. طب هنا الاتنين ترو؟ لأ آسف، معلش أنا عايز واحدة فقط. فهمناها؟ يبقى لازم واحدة فقط تكون ترو عشان النتيجة تطلع ترو. يبقى فولس وترو ترو، ترو وفولس ترو، فقط والباقي فولس. الاتنين مع بعض؟ لأ. الاتنين مع بعض متشابهين؟ لأ. يبقى أنا باخد العكس بالعكس. فهمنا كده الفكرة مع بعض ازاي؟ لازم واحدة تخالف التانية، فولس ترو ترو فولس، هي دي النتيجة الواحدة بترو، غير كده أنا آسف. بيسموها بوليان لوجيكال اكسكلوسيف اور، علامة البارت، واحدة منهم فقط بترو علشان النتيجة النهائية تكون ترو. النوت أنا مش محتاج أتكلم فيها، بيسموها لوجيكال نوت، بيسموها لوجيكال نيجيشن بتعمل نفي، بيسموها لوجيكال كومبلمنت، أو بيسموها فكرة الريفيرس لأنها بتعكس، بتعكس النتيجة زي ما احنا شفنا، لو كانت بترو بتخليها فولس، لو كانت فولس بتخليها ترو. يعني لو انا جيت كده وقلت له بوليان ريزلت، وقلت له مثلا تعال نشيل الكلام ده، لو انا جيت كده وقلت بوليان ريزلت بترو، اطبع الترو، اطبع الريزلت، الريزلت بترو، اطبع الريزلت هيطلع لي ترو. طب ايه المشكله؟ يعني انت ما عملتش حاجه من عندك. طب لو انا جيت كده حطيتها ما بين اقواس وقلت لك لا والله روح انفي لي الترو، شفت مع الواحد، يبقى الريزلت بايه؟ يبقى الريزلت بفولس. يبقى احنا كده مش فاهم، مش فا ايه يعني، الدنيا عندنا واضحه
ومفيش عندنا أي مشاكل خالص. not true false و not false بترو. not false هيساوي true. نفي النفي، نفي النفي إثبات، نفي النفي إثبات أهو بترو. يبقى أنا كده فاهم الفكرة ماشية إزاي. ده النيجيشن خلصناه. بعد كده بدأ يشرح لك النظرية اسمها نظرية دي مورجن. دي مورجن سهلة جدا لو أنت ركزت معايا، ده آخر حاجة هناخدها في سلايد 2 علشان نبدأ مع بعض إن شاء الله المحاضرة الجاية في فكرة وايل وفور وفكرة الإيه اللوب اللي هي الدورات. يبقى آخر حاجة هنشرحها في السلايد بتاع السلايد 2 ده فكرة دي مورجنز لو. دي مورجنز لو بيقول لك إيه؟ بيقول لك لو أنت جيت نفيت بتدخل النفي على الأوبراند وبتعكس الإشارة. مش فاهم حقك. لو أنت جيت نفيت بتنفي الأوبرانز بتاعتك وتعكس الإشارة. أنا بنفي، بتنفي إيه؟ كونديشن 1 and كونديشن 2. طب النتيجة إيه؟ نفي كونديشن 1 ونفي كونديشن 2، والإشارة أهي بتاعتي الأوبريتور بتاعي اعكسه، كان بأند يبقى بأور. خلاص كده نفس الكلام. not condition 1 or condition 2 هيدخل النفي على condition 1 ينفيها، ويدخل النفي على condition 2 ينفيها، ويدخل النفي على الإشارة بتاعتي أو الأوبريتور بتاعي ينفيه. لو سمحت نفذ لي الكلام ده عملي. حاضر، تعال نثبت الكلام ده عملي أهو. هشرح لك الكلام ده بأبسط مما تتخيل. لو أنا جيت كده بدل إيه خليها 10، وبدل إيه هنا خليها 10، وبعد كده سيمي كولن، كليك يمين وأقول له رن الفايل، طلعت بفولس. معلش لو سمحت بفولس إزاي؟ حاضر، لو جالك حاجة زي كده النفي، بص الأول على النفي وهتلاقي عندك كوس أهو وقفلته أهي، وعندك كونديشن وكونديشن أول وكونديشن تاني، يبقى أنت عندك كام كونديشن؟ عندك اتنين وما بينهم أوبريتور. عايز أطبق نظرية دي مورجن. دي مورجن بيقولك إيه؟ بيدخل النفي على الأوبرند بيعكسه، آسف، بيدخل النفي على الأوبرند بينفيه، بيدخل النفي على الاوبرند اللي هو الكونديشن الثاني يعني بينفيه، بيدخل النفي على الاوبريتور بيعكسه، يبقى الاوبرند بيتنفى عادي. هل العشرة اكبر من او يساوي الزيرو؟ العشرة اكبر من الزيرو؟ ايوه طبعا بترو. حاضر، هل العشرة اقل من او يساوي المية؟ انا اسف، هل العشرة أقل من المية؟ لا، أنا كده غلطان. لحد الآن أنا كده شغال معاك واحدة واحدة. انفي الترو. حاضر هنفيها بفولس. انفي الفولس. حاضر يبقى بترو. انفي الإشارة. حاضر، العلامة اللي هي الأوبريتور. حاضر تبقى بأور. وشيل الكلام ده، المفترض فولس اور ترو، المفترض يطلع ترو. طب ايه المشكله؟ رايت كليك واقول له عايز ران الفايل، المفترض يطلع ترو، يبقى احنا عملنا حاجه غلط. نعيد من اول وجديد، انا مش هزهق لحد لما انتوا تزهقوا. تاني كليك يمين واقول عايز اعمل ران الفايل، قال لي بفولس. طب ازاي بفولس؟ هل العشرة، هل العشرة اكبر من او يساوي الزيرو؟ هل العشرة اكبر من الزيرو؟ طبعا بترو. نركز كده مع بعض، هل العشرة اكبر من الزيرو؟ هنا اكبر، طب بلاش اللي يساوي ده عشان بتلخبطني. كليك يمين واللي عايز اعمل رن الفايل، برضو بفولز. هل العشرة اكبر من الزيرو؟ بترو. تمام، هل العشرة اقل من المية؟ فولز. true and false، true and false المفترض تطلع بفولس، ولكن هنا هعكس الايه الاشاره، هخليها
هعكس الاوبريتور اخليه اور، يبقى ترو اند فولس المفترض يطلع بترو. انا عايز اعرف هو ليه عمل الكلام ده، ازاي طلعت بترو. طيب تعال نطبق المثال ده علشان احنا واحنا بنشتغل طلعت النتيجة مختلفة تماما عن اللي هو عايزه. تعال نطبق الكلام ده لحظة مع بعض ونفهم الفكرة ماشية ازاي. المفترض تطلع زي ما البرنامج بيقول، الغلطة من عندنا احنا، ولكن فرصة برضو اللي احنا نجرب مع بعض. هشيل الريزلت ديت ويلا بينا مع بعض. هقول له ايه؟ واحدة واحدة. هو ده اللي هو بيحاول يشرحه لنا ونفهمه مع بعض. هشيل الكلام ده ونبدأ نفهم الكلام ده مع بعض واحدة واحدة. بيقول لك ايه؟ هل الـ A أكبر من الـ Zero؟ and أنا الغلطان، أنا الغلطان وهقول لكم ليه. A أكبر من أو يساوي الـ Zero and الـ A أقل من أو يساوي الـ 100. الحل هتعمل إيه؟ هتدخل النوت على القوس ده وهدخل النوت على الجزء ده، يبقى النوت هتخش على الكونديشن ده وهتخش كمان على الكونديشن ده وتخش بعد كده على الأوبرند. طيب لما تخش على الجزء ده هتعمل فيه ايه؟ عادي جدا، هروح انفيه نوت ال A اكبر من او يساوي الزيرو. يبقى بروح اعمل عملية نفي الاول، ماشي؟ انا الاول حسبت وبعد كده نفيت، الاول حسبت وبعد كده نفيت. لا، انفي الاول، حاضر، وبعد كده دخل لي النفي على ال A اقل من او يساوي المية، حاضر، وبعد كده عكس لي ال A الاوبرند. يبقى هو عنده حق. لما اقول لك ان الـ A اكبر من او يساوي الزيرو هتقول لي عكسها ايه؟ ما انا بعمل عملية نفي. عكس الاكبر من او يساوي عكسها يعني معروف، اقل من، مفيش حل تاني، صح كده؟ طب عكس الاقل من اكبر من او يساوي، يبقى انا كده لما تلاقي اكبر من او يساوي يقول لك اعكسها تخليها اقل من، لو لقيت اقل من وقال لك اعكسها يبقى عكسها اكبر من او يساوي. طيب تمام، بنفس المفهوم، ده اقل من او يساوي يبقى عكسه ايه؟ عكسه اكبر من. وطبعا انت قلبت الاشارة، قلبت الايه؟ الاوبرند بتاعك او العلامة بتاعتك اللي هي علامة الاند، خليتها اور. يبقى هو ده الناتج النهائي اللي ممكن تشتغل عليه، هو ده الناتج النهائي اللي انت ممكن تشتغل عليه. يبقى احنا كده فهمنا الفكرة ماشية ازاي. لما بيجي لك العلامة دي بتنفيها، الاكبر من او يساوي بتكون اقل من، والاقل من او يساوي بتكون اكبر من. يبقى انا كده فهمت الفكره ماشيه ازاي وابدا اشتغل على هذا النمط. هل جاب لك مثال تاني؟ ايوه جاب لي مثال تاني، تعالى كده ناخده كده كوبي بيست ونبدا نشرحه مع بعض. هو على فكره لو جالك في الامتحان المفترض يقول لك طبق لي قانون دي مورجنز لو، حتى لو ما جاش في صوره اكواد انت كده خلاص فهمت. يلا بينا مع بعض واحده واحده. اول حاجة هعملها هو ده السؤال، بيقول لك لو سمحت طبق لي قانون دي مورجنز. فكر كده واحدة واحدة علشان خاطر ما تتلخبطش. بي بيساوي يساوي زيرو، خلي بالك سيب النفي دلوقتي، النفي على الكل، النفي ده على كل القوس، صح كده؟ لان دي الفتحة بتاعته ودي القفلة بتاعته. بي يساوي يساوي زيرو اور سي لا تساوي المية. دخل لي النفي على اللي يساوي، اهي دخلت لك النفي على اللي يساوي، ودخل لي النفي على الجزء ده اللي هو لا يساوي، حاضر، ودخل لي النفي على الاوبريتور، اصبحت اند. شكرا، يلا بينا بقى نطبق النفي. نفي اللي يساوي لا يساوي، طب ونفي اللا يساوي يساوي، يعني كلام منطقي جدا. انا بقول لك الاثنين دول بيساوي بعض، عكسها لا يساوي بعض. طيب قلت لك الاثنين دول لا يساوي بعض، عكسها يساوي بعض. يبقى هو ده الناتج النهائي اللي هو عايزه منك في الامتحان، ده قانون دي مورجن. بيعتمد طبعا على فكره الايه؟ اللوجيكال. جه بعد كده في الاخر خالص بدا بقى ينظم لك فكره البريسيدنس. البريسيدنس اوف اوبريتورز فكرتها ايه؟ فكرتها ايه؟ مين بيسبق مين؟ وقلنا المثال ده قبل كده. قلنا المثال ده قبل كده عشان خاطر انت لو حبيت ترجع للجدول، لو قلت لك انت اكس بيساوي
10 باقي قسمتها على 2 مضروبة في 3 ناقص 5 مقسومة على 10 مجموعة على 15. انت علشان خاطر تفهم مين بيسبق مين، الريفرنس بتاعك هو الجدول ده، مين بيسبق مين. تبدأ تبص على الجدول وتبدأ تطبق زي ما طبقنا من شوية الكلام ده، كليك يمين ورن الفايل هيطلع لك، ما طلعش ريزلت طبعا لان المفترض هقول له سيستم دوت اوت دوت برنت ال ان واروح اطبع الناتج بتاع الاكس، هيطلع لك قيمة معينة، يا ريت طلعت طبعا 30، ولكن انا عايزك يا ريت طبعا سيستم دوت اي ار ار يعني ايرور، بيطبع ولكن بيطبع الكلمة بلون احمر، كويس ان هي طلعت. انا هقول له دوت اوت مش دوت اي ار ار، هتطلع نفس النتيجة ولكن 30 بايه، بقيمة موجبة. لو سمحت ركز في المثال ده واعرف لي طلعت 30 ازاي. هتقول لي بيضرب الاول، حاضر اهو، يبقى 3 في 2 صح كده، وبعد كده بيقسم، ادي القسمة، وبعد كده بيروح يقسم، حاضر، وبعد كده بيروح يجمع اهو، وبعد كده بيطرح. طب تعال نشوف كده لما انا عملت الاقواس ايه اللي حصل. طلعت ماينس 14، يبقى لازم نمشي مع بعض واحده واحده. دوت اوت، كليك يمين واللي عايز اعمل ران الفايل، تمام، نمشي مع بعض واحده واحده. لو انا شلت الايه الضرب ده، المهم في اللازم في النهايه يطلع لي 30. 2 في 3 بكام؟ 2 في 3 ب 6. كليك يمين ورن الفايل ب 16، يبقى هو ما ضربش الاول. كليك يمين ورن الفايل، يبقى هو قسم الاول. طيب نشوف 10 على 2 فيها 5، يبقى صح، يبقى هو قسم الاول صح كده. طب هل هيضرب ولا يقسم؟ نعرف 5 في 3 بكام؟ ب 15. كليك يمين ورن الفايل، يبقى هو بعد، ركز معايا اهو المثال تاني، بعد لما قسم راح ضرب صح كده. 10 على 2 فيها الخمسة، 5 في 3 ب 15. طيب جميل، بعد كده راح قسم 5 على 10 فيها الكام؟ فيها 0.5، يعني 5 على 10، 5 على العشرة أكيد طبعا هتطلع ب 0.5 دي مثلا واي، عشان أعرف بس النتيجة، وأروح أطبع الواي. 5 على 10 بكام؟ بزيرو، عشان دي تعتبر بالنسبة لي انتجر يعني. طيب حاضر نخلي ده بزيرو، 5 على 10 مفترض تطلع ب 0.5 صح كده، ولكن أنا ما عنديش كسور يبقى بزيرو. كليك يمين ورن الفايل زي ما هي 30، يبقى انا كده شغال تمام. هجمع ولا اطرح؟ لا هجمع، يبقى 15 ناقص 15 طبعا 15، هجمع الاول ولا اطرح؟ 15 ناقص الزيرو بكام؟ ب 15، 15 و15 30، يبقى انا كده شغال تمام. يبقى نرجع تاني الموضوع بتاعنا ونشرحه تاني علشان خاطر الناس اللي عايزة تعرف جه منين الكلام ده، بيجي في الامتحان. واحدة واحدة مع بعض، لو روحنا بصينا على الجدول هتلاقي ان هو القسمة في الاخر خالص اهو، هو بيقول لك اشتغل ليفت تو رايت، ليفت تو رايت الضرب، القسمة علامة البرسنتج، الضرب الاسم علامه البرسنتج. امال هنا هو ليه عمل علامه الاسم الاول؟ علشان خاطر الاثنين على نفس الليفل، الاثنين على نفس الليفل، الضرب والقسمه، يبقى هشتغل من الليفت للرايت. ركز في المعلومه دي معايا لو سمحت، واحده واحده. انت عندك ضرب وعندك اسمه، هتقول لي مين الاولى؟ ما هو هنا بيقول لك اشتغل من الليفت تو رايت، اهو فين؟ ادي الضرب والقسمه، ليفت تو رايت، حاضر.
يبقى اشتغل من ليفت تو رايت. لو لقيت ان كله على نفس الليفل لو سمحت اشتغل ليفت تو رايت. عندك ضرب وعندك قسمه، انا عايز ابدا بالضرب، ما ينفعش الاثنين مع بعض على نفس الليفل، اشتغل منين؟ من الليفت للرايت. يبقى 10 على 2 فيها الخمسة، بعد كده 5 في 3 ب 15، بعد كده هقسم، ده عباره عن قيمه انتجر 5 على العشرة فيها 0.5، وطبعا ده قسمه انتجر على انتجر هيدي انتجر، يبقى هشيل الكسور يبقى بزيرو. بعد كده عندي جمع وطرح الاثنين على نفس الليفل، يبقى اشتغل من الليفت تو رايت، يبقى 15 و15 30. انا عارف ان الموضوع صعب شويه ولكن محتاج منكم بعض التدريبات. وبكده تكون انتهت محاضره النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.